نعم صحيح كاترين، المشهد نفسه في طرابلس منذ 12 يوما، توافد المتظاهرين يبدا يعني بعد الظهيره، ويعني لكن مع الاشاره الى انه وكما كل يوم هناك يعني نشاطات ويعني حملات توعويه وجلسات حواريه في محيط الساحه حيث يتظاهر المواطنون هنا. في هذه الساحه، في هذه الخيمه هنا اطلق عليها مدرسه المشاغبين انتفاضه طرابلس، يعني فينا نشوف هالخيمه كل يوم بتضم عدد من المتظاهرين والناشطين يلي بيكون في جلسات حواريه لنعرف اكثر عن الموضوع. حنبلش مع مين؟ تيجي كل يوم لهون حضرتك ولا امتى؟ نحن من المؤسسين لمدرسه المشاغبين. بتعرف نحن اكثريتنا بنعلم، فوقت ما بيكون في تعليم لازم نفتح مدرسه. فبس كانت طبعا مدرسه غير تقليديه، هي مدرسه للمشاغبه، ومشاغبه بمعنى نتيجه تكون ايجابيه، يعني هو ايرونيك يعني. فالهدف هو عمل حلقات توعيه مشان العالم تتعاطى مع بعضها، تحكي، تتشارك الافكار، ونشوف كل العالم كيف عم تفكر ونستفيد من بعضنا. يعني احنا هون مش معلمين، صحيح يمكن بالحياه نحن معلمين، بس هون نحن جايين كنا نتعلم من بعضنا. نعم شكرا. كمان شو بتقلنا هون؟ يعني مين عم يجي؟ فئات من مختلفة ولا فئات معينة عم يجي لهون؟ خبرنا شوي أكثر. المدرسة مفتوحة لجميع المواطنين من مختلف الأعمار، يعني عم يجينا أولاد، عم يجينا شباب، وعم يجينا ناس كمان كبار بالعمر. والحلو هي الجامع بين هالمجموعات كلها هي وجع الناس. يعني بيجي لك الصبي اللي تارك مدرسته بالصف الرابع، بيجي لك البي اللي ما عم يقدر يطعمي ابنه، بيجي لك الأم اللي ما عم تقدر توصل أولادها على المدرسة أو تتحمل تكاليفهم. والأفكار اللي عم نحكيها أفكار بتتعلق بمواضيع بنعتبرها مهمة جدا للناس تعرف عنها، متعلق بمستقبل الانتفاضة، بيتعلق بهمومهم كمواطنين من طبابة، فقر، بطالة إلى ما هنالك. ونحن هيدي ردنا للتهميش اللي عم يصير، ردنا لزرع الجهل اللي صار على عبر 30 سنة عبر عدم دفع دعم القطاع التربوي، واللي خلق حالة من اللاوعي لدى الناس ليعرفوا شو عم يصير وكيف بدهم يهتموا بأمورهم. فهذا الشغل الحلو عم جرب يشتغلوا مع هالمجموعة الطيبة من الناشطين. شكرا لك. أيضا مين بحب كمان من المشاركين هون عم بي أنا بس حابب وجه رسالة لوزير التربية. أنا بدي أقول له من مدرسة المشاغبين بدك توزن له رسالة، تفضل. أنا بدي أقول له يا وزير التربية ويا حبيبي ويا عيني، نحن بقى نعترف فيك، لأنه أنت اللي الشيء اللي انعمل بطرابلس، ما بطرابلس سوري، اللي صار أنك تسحب سلاح على المتظاهرين. هيدي قطعت وصار في توضيح وكان في سوء تفاهم ومش الحال. أنتوا كطلاب عم تروحوا على المدارس هالأيام ولا لا؟ وشو أنا بدي أقول له لوزير التربية، أنا إذا فتحت المدرسة ولا فتحت، وإذا قلت قرار إنه تلاميذي إذا راحت رح تسقط، أنا قبلان أسقط، لأنه أنا مني ما أعترف لا بوزير التربية ولا غير وزير التربية، أنا بديهم يسقطوا كلهم، وبس أنا أقول كلهم يعني كلهم بدون استثناء حدا، من أكبر واحد فيهم لأصغر واحد فيهم، وشكراً. نعم، إذن إشارة إلى أن يعني إضافة إلى هذه الخيمة هناك عدة خيم تضم جمعيات أهلية وحتى المتقاعدين العسكريين، وكذلك هناك نشاطات توعوية، مثلا بعض الفنانين يحضرون يوميا، مجموعات من الفنانين يتبادلون يوميا يعني اللوحات، هناك تعبير عن المطالب وذلك من خلال الرسم، كما هناك نشاط أيضا كل شخص يمكنه يعني المرور بواسطة من خلال هذه الخيمة يكتب مطلبه وبالتالي يشارك في التظاهرة. يعني هذا جانب آخر من التظاهرات التي تشهدها طرابلس يوميا. شكرا لك نعيم من طرابلس.